رايحه دلوقتي اعمل اركب العين الصناعيه من كان عيني اللي دمرت. نشوف بقى العين الصناعيه تبقى شكلها عامل ازاي. طبعا رايكم هيهمني جدا و يعني كومنتاتكم هي اللي هتقولي حلوه ولا مش حلوه. بعد ما فرقتهم الظروف جمعتهم من تاني خطوبة البلوجر سارة محمد من حب عمرها وحكاية تركيبها لعين صناعية. ما تيجوا نعرف الحكاية. من ساعات نشرت البلوجر سارة محمد صور لها مع خطيبها وده عبر صفحتها الشخصية بالإنستجرام، وكتبت على الصور وقالت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صاحب العمر وأول شخص تقدم لي في حياتي، والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا، وعوض ربنا ليا، خلاص قرينا الفتحة. ومن بعدها وعبر محبيها ومتابعينها عن سعادتهم بالخبر ده، ومن أهم التعليقات وأبرزهم كانت من دكتور نورهان أنديل، وقالت لها: الله أنا عيط من فرحة، ليه قلبي بيرقص كده؟ سبحان الله، عوض ربنا دايما أجمل من أمانينا. ربنا يحافظ عليكم ويسعدكم أنتوا الاتنين ويفرحكم ببعض، مليون مبروك يا جميلة القلب والروح. كمان علقت البلوجر الشهيرة دالة المهندس وقالت: مبروك يا حبيبتي، ربنا يسعدك ويعوضك خير. وكتير من التعليقات اللي بتحمل كل المحبة والمباركة لها، وان دعوة ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى مش بياخد من حد حاجة الا لما بيعوضه باحسن منها. كمان نشر سارة محمد فيديو بيوثق لحظة تركيب عين صناعية لها، وده من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بالسوشيال ميديا، وكتبت على الفيديو قالت: حابة اشكر دكتور محمد معتز خميس على تعبه معايا النهارده، والاسيستنت كمان تعبوا معايا جدا، بشكرهم من قلبي، واي حد حابب يروح لدكتور محمد ده عنوانه. كمان انهالت عليها التعليقات ان ربنا يعوضها ويرجع لها بصرها، وقالت احدى المتابعات: زي القمر والله جميله قوي قوي، انت يا حبيبتي اصلا قمر في كل حالاتك، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكي ويعافيكي يا رب، ويرد لك بصرك عاجلا غير اجلا يا رب يا حلوه انت. لكن خليني اقول لكم ان ساره محمد طلعت من يومين من خلال فيديو بتستنجد فيه بالفنان تامر حسني، وانها عاوزه تسافر، وان هو اللي هيقف جنبها في مشكله السفر لان عندها مشكله في التاشيره، وهو الوحيد اللي هيقدر يساعدها في النقطة دي. وقالت: انا بتمنى من كل حد انه يوصلني بالفنان تامر حسني لان هو الوحيد اللي قادر يساعدني في موضوع السفر. كمان الفترة اللي فاتت انتشرت اقاويل كتير جدا بتقول ان سارة قاعدة في دار ايتام وان اهلها بيستغلوها، وده لما سارة قالت: يا جماعة انا مش باخد تبرعات من حد ولا حتى بلم تبرعات، وانا قاعدة عند طنط وعمه. ومن هنا والجمهور ربط ان اهلها بيستغلوها. لكن ساعتها طلعت سارة وقالت انها بعدت عن المنطقة كلها لان فيها كل شيء وحش بيفكرها بالحادثة، وكمان ان المكان ده موجود في الشخص اللي اذاها. سارة محمد بلوجر مصرية اتعرضت لحادث سير من خلال عصابة ملثمة اطلقت عليهم رصاص، ولكن هي فاتت خطيبها وده اثر على عينيها بشكل كامل وخلاها تفقد بصرها، ولكن الى الان في امل في العين الاخرى، فنرجو من الله تعالى ان يرد لها بصيرتها وان يشفيها ويشفي مرضى الناس جميعا. دعواتكم لها ولكل مرضى الناس.